مرحبا باسكال، كيف حالك؟ أنا جيد جدا، أشكركم على إعطاء هذه الشهادة هنا في قلعة بيار في لافيرون في لانغدوك، وهو تركيب قمنا به منذ ما يزيد قليلا عن 12 عاما، واستغرق الأمر منا 8 سنوات لتجديد هذه القلعة التي تعود إلى القرن 12. ومع التجديد الذي تم إجراؤه مؤخرا، احترمنا جميع المعايير وبذلنا قصارى جهدنا للتأكد من أن هذه القلعة صديقة للبيئة ومعتمدة حقاً. لقد تم تصنيفنا كأعلى درجة على نوع باعث الحرارة. إذا كان بإمكانك مشاركة هذا من أجل الحصول على عالم أنظف، سأكون الأسعد، وذلك لأنني صنعت هذا الاختراع خصيصاً لذلك. أخبرنا عن راحتك، ماذا يقول عملاؤك؟ أعتقد أننا اليوم نحطم الأرقام القياسية في الغرف. يظل دائماً ممتعاً للغاية ومريحاً للغاية دون استخدام تكييف الهواء الذي قد يكون عدوانياً للغاية، لذلك لدينا راحة ممتعة ومريحة للغاية، وهذا أمر ممتع للجميع. اليوم كانت درجة الحرارة 40 درجة، كم كانت 24 درجة؟ نعم 24 درجة، درجة حرارة الغرفة لدينا هي 23-24 درجة، وهذا جيد جداً. بدون ضجيج، بدون حركة الهواء 24 درجة، بينما درجة الحرارة بالخارج 40 درجة. يجب أن تعلم أن الجدران ليست معزولة، لأن الجدران مصنوعة من الحجر، لذا فإن انخفاضها بمقدار 24 درجة ترى أنه أمر لا يصدق، كما يشهد موكلي. ما رأيك في الراحة في الشتاء؟ أعتقد أن الأمر لا يزال لا يصدق، الحرارة هي بالضبط ما نريده، موزعة بشكل جيد في جميع أنحاء الغرفة، لذلك ليس لدينا أي مناطق أكثر سخونة من غيرها. في المنطقة لدينا تجانس مستمر وهو لطيف للغاية. على ارتفاع 4.60 متر، المبنى غير معزول حتى عن الأسقف. درجة حرارة الأرض 21 درجة. على الواجهة الجنوبية، قمنا أيضاً بتركيب جدران ساخنة في هذا الجزء. يتعلق الأمر بنفس الشيء الذي نعمل فيه بالإشعاع، فالأرض ساخنة أيضاً. عندما تدخل حوض الاستحمام أو الحمام، ستشعر براحة مطلقة. بالطبع، إنها مريحة، لأنه عندما تدخل الحمام، تكون درجة الحرارة ممتعة. يوجد حوض الاستحمام هنا على رأس السرير، وهناك يدخل الضيوف على الفور إلى الحمامات في درجة حرارة أخرى لطيفة للغاية، تتراوح بين 22 درجة و 28 درجة. نحن نثبت كل شيء عند 22 درجة، لأنه في الشتاء تكون درجة الحرارة صحيحة. 22 درجة جيدة، إنها مريحة جداً. في كل مكان لدينا نفس درجة الحرارة، وبالتالي فإن الجو والشعور دائماً هو نفسه. علاوة على ذلك، على صفحتك على الفيسبوك كان لديك الكثير من التعليقات الإيجابية فيما يتعلق بوضع التبريد ووضع التدفئة. لقد أدهشني عدد رضا العملاء، حتى من الأجانب الذين قالوا إن مثل هذه الراحة غير ممكنة، لم أرى هذا من قبل في وضع الصيف أو في وضع الشتاء، وبالنسبة لي كمخزون إنه أمر ممتع. وفي الوقت نفسه يجب علينا تثقيف ضيوفنا، لأن لدينا أمريكيين يستخدمون مكيفات الهواء كثيراً، لذلك نحن ندعمهم في هذه العملية. نحن نغلق المصاريع على سبيل المثال، ويصبح نظامك أكثر كفاءة. بعد يومين فهم الجميع ويعيش الجميع نمط الحياة المطلوب في قلعة كهذه مع التبريد أو التدفئة من خلال نظامك. أحسنت كثيراً. أعتقد أنه من دواعي سروري حقاً بهذه الشهادة أن أرافقك في المشروع، لأنه مشروع كان قريباً من قلبي، ولهذا السبب لم أستسلم. Comfortable, economical, ecological. Welcome to Ideal Therm.